بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في المحاضره 53 محاضره دوره اليونتي هنكمل مع البارتيكل سيستم اللي هي انظمه الجزيئات، وهنكمل فيها الاميتر شيب. هنيجي هنا تحت يا جماعه تحت الاميشنز هتلاقي في حاجه اسمها ايه الشيبس. لو تضغط عليها بالشكل ده هتطلع لك الشيبات اللي موجوده. تمام كده. تعال بس تشيل الشيب باوند ديت عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو لاحظت ان الشيب اللي طالع منه البارتيكل سيستم عباره عن كون. كون يعني مخروط، حاجه مخروطيه زي كده. طيب نكبر ونجيبها هنا شويه. تمام كده. هتلاحظ ان هو مديك الخاصيه بتاعت الشيب اللي هي كون، ومديك خاصيه الانجل اللي هي بتاعت الزاويه بتاعت الميتنج بتاعته. لو انا كبرت فيها وصغرت كده، تعال نشوف. هبص تلاقي البارتيكلز ماشيه بالايه، بالاسلوب دوت من داخل الكون. في برضو الخاصية بتاعة الريديوس. لو انا برضو زودت الريديوس بتاع الكون بالشكل دوت او نقصته، تمام، هيأثر على عملية تأثير البارتيكلز او الميتنج بتاع البارتيكلز من داخل الشيب دوت. في اللي هو الريديوس سيكنس، مش عارف دي بتاع ايه، بس اهو نجربها اللي هي من جوه شوية. ايوه الريديوس سيكنس اللي هي من هنا اهو، ديت هتلاقيها برضو بتأثر على شكل الكون نفسه او شكل المخروطي بتاع البارتيكل سيستم. هتلاقي فيه اللي هو الارك ماشي كده، مديك هو 360 درجة. طبعا هو شكله اصلا فيه مود لوب مثلا، وفيه مود تاني اللي هو البينج بونج، وفي لوب تاني اللي هو البيرست سبيد، حاجة زي كده. طبعا انت بتحاول تظبط برضو فيه شوية يمين وشمال على قد ما تقدر، تمام، او تخليها على 360 راندم بهذا الشكل. تمام كده. دي خواص كلها بتأثر على الميتنج بتاعك. طيب في خاصية تانية اسمها خاصية اللينجز. تمام كده. بس هي مرتبطة بحاجة اسمها الاميت فروم. الاميت فروم بيطلع منين؟ من يعني اللي هو الانبعاث بيبدأ من تحت، من البيز اللي تحت دي. تمام كده. اللي هي قاعدة اللي هي المخروط. فانت لو ممكن تغير الاميت فروم دي بدل بيز لفوليوم. تمام كده. تلاقي اللينجز اتفتح معاك، بحيث ان انت تظبط اللينجز تكبره وتصغره زي ما انت عاوز. بهذا ايه؟ بهذا الشكل. كل دي خواص خاصة بمين؟ بالكون اللي هو شكل المخروط اللي بيطلع لك البارتيكلز اللي هي شغالة عندك دلوقتي دي. طبعا التكتشر، يعني انت لو عاوز تحط تكتشر احنا حاطين تكتشر دلوقتي، بس هنخلي موضوع التكتشر ده لبعدين بالنسبة للشيب يعني بتاعك. تمام كده. نجرب اي واحد فيهم، ناخد النقطة دي مثلا، مش مقصرة قوي لان اصلا هي اصلا ليها شيبس وتكتشر خاصين بيهم هما. تعال نشوف برضو في خواص تانية زي البوزيشن اكس واي بتاع الايميتر، طبعا من الاوبجكت نفسه والروتيشن بتاعه بتاع المخروط والسكيل بتاعه في اتجاه معين برضو بتاع المخروط. هتلاقي برضو في حاجة اسمها align to direction، بس تعال نرجع rotation دي شوية تاني. في حاجة اسمها align to، لو انت علمت عليها زي كده اللي هي align to direction دي بتعمل ايه؟ بتخلي، ملاحظين كده ان البارتيكلز بتطلع كأنها طالعة على سطح المخروط نفسه، او بتعمل محاذاة على سطح المخروط. لو احنا شلناها في النهاية اهي، لو احنا شلناها هتبص تلاقي البارتيكلز طالعة من الفوليوم بتاع المخروط، ولكن مش عامل الاينمنت. لكن لو انت عملت كده بتحس ان هي طالعه من المخروط بس عامل محاذاه مع السطحيه بتاعه. في راندومايز دايركشن، ده ممكن يعمل راندومايز للدايركشن بالشكل دوت، تتحرك البارتيكلز حركه عشوائيه. في السفيريكال دايركشن، فبتخلي المخروط مع السفير بيدي، يعني بيدي خليط ما بين المخروط والسفير. وفي راندومايز بوزيشن، انت ممكن برضه تلعب فيه، بيعمل لك راندومايزنج ليه للبوزيشن. تمام كده. تمام. طيب ده شكل مخروط. في اشكال تانية للايميتر نفسه في الشيب. لو انت فتحت الشيب ده هتلاقي فيه كذا شكل، في السفير تمام كده، وهتلاقي في السفير في ريديوس بحيث انت تكبر شكل الريديوس مشان، وهتلاقي في ريديوس سيكنس. هو ايه جوه اهي،
اللي هي الصغيرة دي، تمام كده. وهتلاقي في موضوع الارك ده برضو اللي هو فيه هنا زي ارك بالشكل ايه، بالشكل ده، تمام كده. هتلاقي برضو في تكتشر، سيبك من التكتشر دي كلها، وهننزل تحت البوزيشن والروتيشن والسكيل، هو نفس الكلام. الالاين تو دايركشن لو شلتها هتلاقي الليمتر مش كده، لو عملتها بتلاقي بعمل الايننج للسطح بتاع الليمتر نفسه. هتلاقي برضو الراندمايزنج، ممكن تشغلها تصغرها تكبرها خليها مثلا بالشكل دوت. السفيريكال دايركشن برضو ممكن تصغرها وتكبرها زي ما انت عاوز. راندمايز بوزيشن برضو نفس القصة، هتطلع بالشكل ده، تمام كده. في بعد كده في ميتا تاني على شكل هيمسفير، برضو انت ممكن تظبط فيه الريديوس تكبره او تصغره، والسكنس بتاع الريديوس لو انت عاوز سكنس من جوه اهو لو ده، تمام كده. الارك اللي هو المخروط بتاع الهيمسفير، خلي بالك كلها الفتحة دي، تمام كده. هتلاقي برضو في موضوع التكتشر، في البوزيشن، تمام. هتلاقي في اللاين تو دايركشن بهذا الشكل، هتلاقي في الراندومايز دايركشن برضو بالشكل ده، تمام. هتلاقي برضو في الراندومايز بوزيشن، تمام. في بعد الهيمسفير في كمان الكون، شفنا الكون، وفي اللي هو دولت، هتلاقي برضو فيها الريديوس، وهتلاقي فيها الدولت ريديوس من جوه اللي هو ده، تمام. وهتلاقي مثلا فيها، بس نزود عدد البارتيكلز عن طريق الريت، وتعالى نشوف السبيد هنا. طيب تعالى هنا برضو هنرجع في الدونت، مش كده؟ الريدس سيكنس برضو انت عاوز تحط سيكنس من الداخل لعملية الليميتنج، كل دي اشكال الليميت يعني الانيميشن او الليميتر اللي هو شغال جوه، تمام. في هتلاقي في حاجات كتير بس معظمهم متشابهين، يعني هو نفس القصه هتلاقيهم متكرر في الليميتنج. يعني لاين تو دايركشن هتلاقي متكرره، راندومايز دايركشن هتلاقي متكرره، السفير دايركشن، راندومايز بوزيشن، كلها هتلاقي خاصة متكرره. بس يعني هنا هتشوف برضو في كمان البوكس، بوكس لذيذ طبعا. والبوكس يا جماعة في كذا حاجة، مثلا الميتا فروم هتلاقي فيه الفوليوم وفي الشيل، بس نشوفه أصلا هو فين أهو، صغير قوي. تعال نعمل سكيلينج ليه في الاتجاهات كلها، تمام. ده البوكس طبعا، كل كل الاختيارات دي انت بتظبطها بحيث ان انت كل ما انت شغال شايف الدنيا ماشيه ازاي معاك، يعني عشان الناس بس ما تتضايقش وتقول الاختيارات كتيره، هي بس ان انت تفهم الفكره وتبتدي تطبق عليها. هتلاقي برضو في عندك اللاين تو دايركشن دي والراندمايز دايركشن، وهتلاقي السفيريكال برضو ممكن تخليها كده صفر، ولا راندومايز بوزيشن. فانت بتلعب في الاختيارات دي برضو لحد ما توصل لايه، للتأثير اللي انت عاوزه، تمام. ده البوكس طبعا. في غير الشيل في الايدج ان هو يطلع من عن طريق الحواف بتاعته. في عندك برضو في حاجة اسمها المش، والمش طبعا لما ليش هو مش اساسا انت ما اخترتش مش من فوق، فين المش هنا اهو، تختار المش من هنا مثلا زي مثلا كبسول مثلا، ماشي. هيبقى الانبعاث عندك من المش ده، في كذا كذا حاجة في الانبعاث عندك. هتلاقي في الراندم برضو، راندم بوت، وفي اللوب والبينج بونج، بس انت تحاول يعني تزود عدد البارتيكلز اللي طالعة ديت عن طريق الريتنج ده، ونشوف الباوندس، تمام. خلي سكيل صغير بتاعه
ستارت. خلي دي كونستانت وخلي دي كونستانت برضو عشان يتشاف شوية. هو طبعا على حسب المش الموجود، هو حسب بيطلع من المش دوت. تمام، المهم انت بتختار المش بتاعك وهو بيشتغل عليه. خليه راندم بس مش هطلع حاجة راندم هنا، خليه بينج بونج حاجة زي كده. طيب في غير المش برضو، في عندك المش ريندر، وبرضو في المش ريندر انت بتحاول تشوف اوبجكت عليه مش ريندر، فانت بتعمل اساسا اوبجكت تاني كده مثلا لكل شكل سلندر مثلا على سبيل المثال، وتختاره عندك في الـ Particle System ده. مش ريندر هنا اهو، تختار السلندر على اساس ان هو الاميتر بتاعك، تحط كبر السكيل بتاعه عشان يتشاف بس. تمام، خليها راندوم بارتيكلز ريستارت، وهنخلي ال align to direction شوف ده راندوم دايركشن. مش عارف، انا حاسس ان عدد البارتيكلز قليل قوي خالص دي كده. خلي الاتجاه بتاعك لوكال، ايوه كده. ادي 10 ونظبط في دي، خليها 100. نظبط كمان 200، طيب هنخليه ايدج مثلا. الايدج ماشي شغالة كويسة بدأت تظهر. تمام، في تاني عندك اللي هي التريانجل دي، وفي ممكن تشوف برضو خف مع شوية هنا. تمام، كل دي عبارة عن اختيارات. في تاني شيبس، تاني شيب لو فتحت هنا هتلاقي برضو سكند مش ريندر، وده لازم يكون حاجة زي الكاركتر يعني. في السبريت برضو ديت حاجة 2D، السبريت ريندر برضو دي حاجة 2D مش 3D. في سيركل، وسيركل بتبقى حاجة زي كده. تمام، انت تتحكم في الرينج بتاعها، تقلله وتكبره وتزوده براحتك انت. تمام، وفي radius thickness حاجة زي كده، دي 10. برضو الـ arc برضو كنت تظبطه تكبره وتصغره على حسب ما انت عاوز. speed المود كل ما تدي انت اصلا شكل، كل ما يديك هو حاجة ايه
اشوف ده عامل زي الليزر. خليه يرندم مسافة معينة، خليه بالصفر. تمام برضو اللاين تو دايركشن تشوفها راندمايز. تعال نشوف البارتيكل سايزنج كده هي المقصرة، نشوف بس شوية. تمام المهم انت كل مرة بتختار حاجة يعني. نشوف هنا السيركل ايدج مثلا، ايدج اللي هي تعتبر زي خط يعني، وهتلاقي هنا الريديوس طول الخط دوت او جلده بالشكل دوت. هتلاقي برضو من ضمن الليميترز اللي هي الريكتانجلر المربع هو ده. تعال نصغر السايز بالشكل دوت. كل دي عبارة عن شيبس، انت ممكن تتحكم بس في الامكانيات بتاعتها. كل شيب بيديك امكانيات معينة تقدر تشتغل ايه، تشتغل عليه. وكل واحدة منهم لو اتغير في البارامترز بتاعتها بتديك افكت ايه، افكت مختلف. دي بمنتهى البساطة كانت المحاضرة بتاعت النهاردة، اللي هي تغيير الشيبس بتاعت الاميتر نفسه والامكانيات بتاع كل شيب على قد ما تقدر، وعلى قد ما كل ما تغير كل شيب هيبتدي هو يغير معاك الافكت بتاعك. طبعا انت اساسا لو انت شلت كلمة شيب ديت من هنا، لو شلتها كده هتبص تلاقي ان هو بيديك ايه، كأنه طالع من نقطة معينة في اتجاه معين. طبعا انت بتصغر الريت. تمام والبارتيكل ماكس تلاقينا شوية، وتشوف الجرافيتي كل مرة هتلاقي نفسك بتبدأ بياخد ايه تأثير مختلف عن ايه، عن التاني. لو انت حطيت شيب على حسب الشيب اللي انت ايه بتختاره هنا. خلي صفر وخلي صفر. تمام دي برضه انت ممكن تصغر الكاميرا زي ما انت عاوز، وتشوف البوزيشن والروتيشن. الحاجات اللي انت كنت عاملها دي تغيرها، تخلص فار مثلا. سكيلات برضه سكيلات ممكن تكبر وتصغر زي ما انت عاوز. المهم انت كل ما تعمل شيب تمام بيديك شكل، هو على حسب الشكل بتاع الشيب اللي انت بتحطه بيديك الليميتنج بتاعه. بكده نكون خلصنا الحلقة دي النهاردة، وإن شاء الله نكمل باقي الخواص اللي هي بتاعة الفيلوسيتي والفورسز المحاضرة الجاية إن شاء الله. إذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير لزمالك عشان يستفادوا بيه، وإذا عجبتك القناة يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناة، وأكون لك من الشاكرين. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناة مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.